السلام من الله تعالى عليكم مشاهدينا متابعينا من أينما كنتم، طيب توقيتكم في قناة وتعلم. قناة وتعلم فقط للحيوانات الزواحف والمفترسة كالأتراك والمصريون ينامون إلى بعض الأوقات. الآن أسمعك جيدا. لماذا لم رديت علي قبل قليل؟ كان صوتك يقطع جدا. لماذا صوتي يقطع؟ وأنا صوتي عال العال. إذا صوتنا جميلا جدا كما تعلم يا رجل. ما هذه الحنجرة الذهبية؟ هل أقول لك عمو جوجل القرآن أني أحبك. هذه حنجرتك الذهبية أو برنامج ذهبي؟ إنه ليس برنامجا وإنها حنجرتي هكذا تعمل في جد. يقولون من جد وجد. أرسلت لك إضافة سأعود بعد قليل. عدنا. لقد عدت يا صديقي. أهلا وسهلا بك على خطوط الجو العراقية، مرحبا كيف حالك؟ الحمد لله. أنا مشتاق لك كثيرا يا رجل. وأنا أكثر. من أين أنت؟ إنني من إنني من المريخ وأسكن في مكان آمنا. تشرفنا بك يا صديقي. بشر أخبارك؟ دانيال يورو سينيو برانيو سينيو يورو وانيو سينيو وانيو سينيو مرحبا شو ما يس يس إذا أنت تقدر تقول يا شمي علامة تطور اربط العاصمة جيدا جدا واقلق النوافذ، اضبطوا في مكان امنا حيث ما تلقون هناك اتراكا ومصريون ينامون في النهار وياتون في الليل على صناديق مولوتو ويقتلونكم ويقولون نحن معترفون، تهجم بك البطاقة وتصير لاعبا معترفا وتقول الى اصدقائك لقد نفذت البطارية اشحنها وعود لكم في وقت لاحق وانك تروح وتلعب بعدا. واو رائع. اذا هل تستطيع ان تقول كفاك ربك كم يكفيك واكفة كف كفك كمين كان منك لك تكر كرنك كر لك كرمد تحكي مشكلة كلك لك لك كفاك من كفاك الكافي كربته يا كوكبا كان يحكي كوكب الفلك كفاك كفيك انا لم يكفيك انك انني لم احفظها لانني ناسيها من زمان. انا كنت اقول انها بس نسيتها. ليست مشكلة يا صديقي. هل تستعمل برنامج او هو صوتك الحقيقي؟ صوتك الحقيقي انه صوتي الا حقيقيا كما تعلم يا رجل. أنت تستعمل برنامجا أما صوتك الحقيقي؟ إنه برنامج. أنا لم أستعجل. إنه صوتي هكذا يتغير من 6050 صوتا ويقول أنا بس ممكن. السلام عليكم ازيكم زي الفل معك محمد سعد اللمبي عم الحق. واو إنه صوتك رائع للغاية. شكرا يا معود وراس على صوتي مهلو مهلو لا تبكي بليز. لا يا رجل انه أنت... هل تستطيع تقول أنت... اسمع هل تستطيع تقول خميس خمس حبشة خمسة حبشات مثل ما حبش يخمش خميس خمسة حبشات قام حبش يخمش خميس ستة حبشات شكرا لك. خميس قولها مرة حبشات خميس خميس خفخ الشبا. لا يا رجل خميس خمش خميس خمش حبش خمسة حبشات مثل ما حبش خمش خميس خمسة حبشات قام حبش خمس خميس خمسة حبشات حبش قام يحبش خميس خمسة حبشات خميس حبش خمسة حبشات حبشات خمس حبشات صحبة للغاية. أنت هل تقدر تقول أن شجرة الخخاخ على خعخعان لم يخخع إلا فصيح اللسان؟ هل هناك منخع؟ لا بليز. لا هل تستطيع تقول السلام من الله تعالى عليكم في قناة وتعلم؟ لا تنسانا في اللايك والاشتراك في القناة تحفزون على كل ما هو جديد أو سوسكرايب. إن صوتك رائع للغاية تقلد جميع الأصوات. حسنا يا رجل انني اقلد هذا الصوت واقلد غير الاصوات جميعها واقلد صوتا عجوزا كبيرا واقلد صوتا فتى مشاغبا صغيرا في نفس الوقت يقولون هاي لماذا هل انت هنا؟ اذا خسرنا الحرب يذهبوا الى الجحيم. اذا هل هناك اعداء بعد 4000 كيلومترا عليكم الان؟
هلا عليكم بكم. الانتباه جميعا. هل تعرف أن تقلد ناشونال جيوغرافيك أبو ظبي؟ السلام من الله تعالى عليكم مشاهدينا ومتابعينا من أينما كنتم في قناة خط علام. اصبر قليلا، بس اصبر شوية لين ده المجال. حسنا معني واضحا يا رجل. أجل، أسمعك جيدا. السلام من الله تعالى عليكم مشاهدينا متابعينا من أينما كنتم. طيب توقيتكم في قناة وحدة علام. قناة وحدة علام فقط للحيوانات الزواحف والمفترسة كالأتراك والمصريون ينامون إلى بعض الأوقات. هكذا يا رجل. نعم صدق. هل علمت في الصوت سمعت الموسيقى اللي شغلت لك ياها؟ نعم سمعتها. الموسيقى الماذا؟ هل هي لقناة هل تعلم؟ حسنا يا رجل انك اصدقت. عندها اخت هل تعلم تقول على الكوكب ماذا؟ هل تعلم تقول هكذا؟ سيداتي سادة من أين ما كنتم، طابت أوقاتكم في كرة القدم، أما عبر الشاشات وعبر المصطبات، قالوا فيك الشعار يا ميسي، لا وقفوا لا 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 لا، ليلو ها سينيو فاريان، يا سينيو فرنك. هل تقدر تقل أو هل تقدر تعمل هكذا؟ في كل حياتي لم أستطيع أن أقول هكذا. لماذا؟ واو إنك رائع. وأنت كذلك رائعا، وأنك ليس رائعا في صوتك، إنك رائعا في برنامجنا. أمزح معك، هو صوتي. حسنا إنني أعلم صوتك يا رجل وأنني أمزح معك. هل تعلم أعطيني صوتك جميلا. صوتك الطبيعي والله. أيوة أقول لك أنت سوري مو صح؟ إيه سوري. لعد اني عندي ربع يعني سعوديين هيك يحكون، شلون انت سوريين هم يحكون نفس اللغه. عندي يعني من السعوديه يحكي واحد بصوت جوجل، وعندي واحد من شو اسمه من سوريا. عندي حتى الرقم مالتي يعني بقد ما صارت علاقتنا انا وياه باللعبه اخذت رقمه. حسنا يا عزيزي هل تسمعني؟ انا لي اسمعك يا رجل. انا سكت قليلا لانني تحدثت مع والدي. حسنا يا صديقي تشرفت بك. وأنا تشرفت بك يا رجل. إلى اللقاء، نلقاك في وقت لاحق. شكرا لك. حسنا أتشرف بهذا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. شكرا لكم على المشاهدة. مع السلامة.